شيخنا ما يقول كثرة المشايخ، أيوة هذه بالعيد كثرة يعني. المشايخ إيه؟ يعني أنا أعرف يعني ماذا يقصد بالمشايخ الكبار السن، والله يعني والله سمت معين، والله كذا واحد ده لحية، والله كذا، لعل والله هذا يقصد هو. كانوا نعم. المشايخ في كثرة السن، وكلما وصل واحد 50 ولا 60 فهو شيخ. هذه قضية فعلا كثيرون، لكن المسألة، لكن أقول له فائدة لعل، ولقد يقصد الفتاوى يعني، لعل نعم لعل هو سؤال، لعل سؤاله جدي. أقول له إن الأئمة وضعوا ضابطا لقضية الفتوى، ولذلك ورد عن الإمام مالك قال على العامي نوع من الاجتهاد، نوع من الاجتهاد. نعم. على العامي نوع من الاجتهاد، أن يكون مجتهدا. كيف ذلك؟ مش يستخرج الحكم من القرآن والسنة، هذه لا سبيل له إليها، لكن قالوا أن يختار من يستفتيه، لابد أن يتوفر فيه شيئان، قضية العلم والورع. العلم والورع، الخوف من الله سبحانه وتعالى. العلم لا تستفتي جاهلا ولو سمته أعجبك، ولا تستفتي عالما غير ورع، لا يخاف الله سبحانه وتعالى أن يقول أي حاجة، ما عندهاش مشكل هذاك، خصوصا إن دفعت له شيئا من المال فهو في يعني بين يدي الخدمة. نسأل الله.